مع احترامي لكم، مع احترامي لكم جميعا، انت السبب او انت السبب في اذيه لنفسك، انت السبب او انت السبب في فشل العلاقه، فشل الصداقه، الخطوبه، العلاقه، الجواز، وكل حاجه. فما تجيش تزعلي تتضايق، ما تجيش تزعلي او تتضايقي لما اقول لك ان انت غلطان، انت عملت كده. لا لا، لازم نصلح نفسينا ونغير من نفسينا، كان ربنا ممكن يكون سبب بيقول لك اصحى وفوق لنفسك. لو انت خربت العلاقه او بوظت العلاقه، لا ارجع من جديد، خليك نضيف. لو انت فعلا عايزين تعملوا صداقه، علاقه، حب، جواز، وعايزين تستمروا، لازم ان احنا نبقى نضاف من جوه ونغير من نفسينا، وبلاش الحقد والاستفزاز والنظرات المش كويسه. لازم كل شخص يحترم نفسه ويغير من نفسه. احنا دلوقتي في سنه 2024، تقدر تغير من نفسك وتقدر تغير من نفسك. وعايز الفيديو ده يوصل لكل الناس، مشاركه القناه حتى الكل يستفاد. شكرا لكم.